محمد، ايه رايك في الخبر ده؟ هو خبر صادم يعني. احنا في متابعتنا الفتره الاخيره كلنا وكل محبي البارسا ومتابعي الدوري الاسباني بالتحديد على اقتناع كامل ان ميسي بعد انتهاء اجازته رجع النهارده اسبانيا علشان يجدد العقد، وده الكلام اللي كان تداول في الفتره الاخيره. تغيير رايه في اللحظات الاخيره او يعني شيء مدهش جدا، خصوصا ان مش هيأثر بس على النادي كبرشلونه، ده هيأثر على البلد الليجا طبعا، الليجا كلها وعلى اسبانيا. هو من ميسي من اكثر الاشخاص كمواطن او متواجد في اسبانيا اللي بيدفعوا ضرائب في اسبانيا. يعني هو يعني بيدفع ما يقارب او دفع ما يقارب 370 مليون يورو ضرائب منذ انضمامه للبارسا. يعني خبر طبعا زي ما بقول لك كلنا كنا متوقعين خلاص، ويمكن حتى الصحف الاسبانيه النهارده وانا بقول الصحف الاسبانيه بتتكلم على ترانسفير ماركت ازاي، كان في كل كل الاتجاهات واضح جدا ان في اتفاق مع برشلونه وان هيجددوا عقد ميسي، وان ميسي يمكن خلاص يعني متواجد في برشلونه.